السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة متابعيني، الصوت عندكم واصل ولا مش واصل؟ حد يرد عليا لو سمحتوا. الناس اللي متابعة معايا الصوت واصل؟ الصوت واصل يا جماعة؟ السلام عليكم أستاذة إيمان، صوت واصل يا شريف؟ السلام عليكم. طب تمام، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طب أولا طبعا أنا مجهز يا جماعة من الأول الخلطة، جبنة قريش تمام، البيض بشره مجهزه تمام، وإيه والبقسماط الناعم تمام. انا مجهز كل حاجه. طبعا الجبنه القريش انا جايب عباره عن نص قالب جبنه قريش دلع من غير ملح، مع 3 بيضات مسلوقين تمام. طبعا انا مجهز الجبنه القريش وضاربها تمام، حلو مفتفتها، والبيض مجهزه وبشره كله تمام. هنبتدي نخلط البيض مع الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل حاجة جديدة يا استاذ سيف. الأستاذ سيف الهاوي الـ الهاوي الـ هواة المستقبل، ابني الجميل أستاذ سيف يونس الشاعر. واو، انت تمام. احنا مش شايفك في الشغل. هنخلط البيض ماشي. مع الجبنة، نخلط تمام، نخلطهم خلط كويس. وبعد كده يا أستاذ سيف هنقوم حاطين البقسماط الناعم. ليه بقى؟ علشان خاطر يمسك معانا الخلطة يا جماعة. ماشي تمام، عشان الخلطة ما تبقاش ايه، ما تبقاش طارق. بالظبط كده، عشان ما تبقاش طريه جامد. أيوة. على الطيور، وتقدر ايه تبقى مفلفله كده معاهم، ويبقى في اقبال ان شاء الله على ايه، على الاكل باذن الله. ماشي، بس هتجيبني الطيور امتى؟ هجيب لك الطيور يا استاذ سيف. العصافير. العصافير. الطيور اسمها مش عصافير، عصافير اسمها عصافير. العصافير اسمها عصافير مش اسمها طيور. معلش يا جماعه انا اسف، الاستاذ سيف يعني طبعا بيشرح لنا طريقه التحضير. طبعا هو راشق معايا في اي حاجه، طبعا ربنا يخليه لنا ويبارك لكم في اولادكم يا رب جميعا يا رب. ماشي. انا مين يعني انت هتعمل بقى بعد العصافير هتاكل ده؟ هتعمل ايه؟ ايوه هاكلهم بقى العصافير بقى يا صوفة بقى. وهتعمل ايه؟ عشان خاطر العصافير، مش العصافير معاهم اطفال صغنطتين؟ ايوه. الوجبه دي يا استاذ سيف بقى بتبقى غنيه بالكالسيوم، فيها كالسيوم عالي جدا عشان خاطر الاطفال الصغيرين بتاعه العصافير.
ماشي، باباهم ومامتهم ياكلوهم. تمام. طبعا بص يا جماعه، الخلطه مجرد ما انا ضفت عليها البقسماط بقت ماشي مفلفله. ماشي تمام، مفلفله خالص اهي. طبعا انا ايدي طبعا نظيفه جدا يا جماعه، طبعا ايه لازم تكون غاسل ايدك كويس قبل ما تبشر اي حاجه، قبل ما تضيف، قبل ما تحط اي اكل. تمام، بايدك لازم تتاكد ان ايدك نظيفه وما فيهاش اي تراب، ما فيهاش اي وساخه. تمام كده الخلطه معانا جاهزه على الاكل. تمام، دي مقدارها عباره عن نص قالب جبنه قريش مع 3 بيضات مسلوقين سلق جيد. تمام، مع معلقتين بقسماط ناعم. بص نضيف عليهم كده، ده اسمه ايه؟ ده اسمه رمان. بس يا سيف بس، وبالهنا والشفاء على طيورنا جميعا، وان شاء الله تكون نالت الاعجاب. دي خلطه جبنه القريش بالبيض بالبقسماط يا جماعه، والجبنه القريش مفيده جدا واحلى جبنه ولا ايه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.